سلام البنات، كي دايرين؟ بخير. نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم هاد الميني تارتلات باللوز. صراحه كيجيو غزالين. تبعوا المقادير. فاول حاجه غنحتاجوا ليها هنايا عندنا 250 غرام ديال الزبده العبار سبيسيال. غندير معها جوج معالق كبار ديال السكر كلاصي. طريط قضيه الملحه، دائما كنعرفوا الحلوه ضروري ندير مع شويه الملحه، وكنخلطوا مزيان هاد الزبده والسكر كلاصي. نزيدوا عليهم بيضه، نبقاو نخلطوا في البيض مع الزبده حتى ينسجموا لينا مزيان، يوليو على شكل بوماط. فنذكركم هاد الحلوه هذه من اقتراح الاخت اكرام، دائما من جمعيه كوثر. هنا غنزيدوا لها 30 غرام ديال بودره اللوز. مع تحريك جيدا صافي، بعد ما ندمجوا لينا البيض مع الزبده غنجمعوها بالفورس. فكيف قلت لكم راه هاد الميني تارتلات باللوز غزالين وساهلين، دغيا كيوجدوا في ساعه وما فيهمش تمره. فكنبقاو نزيدوا في الفورس حتى تجمع لينا العجينه. دائما كيف كنقول لكم العجينه غير تجمع، ما ندلكوهاش، جمعوها غير بسبعين يدينا كيف ما كتشوفوا في الفيديو. فبالنسبه للفورص هنايا هزت لنا تقريبا ربعه ديال الفورص، كتجي هاد العجينه طريه ما كتجيش قاسحه، كتكون هشيشه. كيف ما كتشوفوا الاخت اكرام غير كتجمعها ما كدلكهاش. صافي، من بعد ما غتجمع لينا غنديروها في بلاستيك ونخليوها ترتاح لينا، وندوزو باش نوجدوا الكريمه اللي غنحشيو بها هاد الميني تارتلات. بالنسبه للكريمه هنايا عندنا 200 غرام ديال الزبده سبيسيال، دائما زبده العبار. غنديروا معها جوج معالق كبار ديال السنيده، قشور ديال الحامض هنايا ديال الليمون، بيضه. حنا عندنا اربعه البيضات، غنبقاو نزيدو بيضه ببيضه، نطربو الزبده اللي قلنا مع السنيده وبيضه تيندمجو لينا، ونزيدو بيضه الثانيه. حنا عندنا اربعه البيضات. كيف قلت لكم بالنسبه للتنسيم تقدروا تنسموهم بالليمون سواء بفاني سواء بالقشور الحامض، كلشي يجي معاها زوين صراحه. نزيدو البيضه الثانيه ونبقاو نضربو بالباتور حتى كيندمج لينا البيض مع الزبده، ونبقاو غاديين تنكملوا ربعه البيضات ديالنا. صراحه الكريمه هاد الكريمه اللي كتجي في هاد الميني تارتلات بلوز غزاله صراحه، غير جربوها راه زوينه وبنينه، كتجي هشيشه كتذوب في الفم. هنا ان شاء الله صافي كملنا، غادي نزيدو بودره اللوز. عندنا هنا 200 غرام ديال بودره اللوز، سواء تشريوه هكا موجود ولا تاخدو غير 200 غرام ديال اللوز عادي، وخا بقشروه وكطحنوه بلا ما تحمروه، طحنوه خضر. صافي كنبقاو نطربو بالباتور حتى كنحصلو على كريمه كيف هاد الشكل هذا. من بعد غادي ناخدو العجينه اللي حطيناها ترتاح، غنسرحوها بالمدلك. ونقطعوها
هنا الاخت اكرام دارتهم في هاد الطاوه هذه ديال الميني تارتلات صغار، نتوما كيبقى لكم الاختيار سواء في هادو سواء في واحد الشكل اخر حتى هو حنا غنوريه لكم. هذا هو الشكل الثاني، كتقطعوا دواور كتحاولوا تشكلوه على شكل الفورمه ديال السيركل اللي خديته. راه قلت لكم البنات راه في ساعه هاد لي ميني تارتلات كيوجدوا. صافي هنا بعد ما كملنا العجينه ديالنا غنعمروها بديك الكريمه اللي وجدنا ديال اللوز. بطبيعة الحال قبل ما نديرو الكريمة نتكو العجينة بالفرشات ولا بالكيوردون عاد نديرو الكريمة. من بعد ما غنكملو ان شاء الله الكريمة ديالتنا غادي نديرو فوق منها اللوز افيلي، غنزوقوها بلوز افيلي وغندخلوها الفران. يعني راه سهلة كيف قلت لكم، والاهم انها بنينة بنينة بنينة. قد ما نشكرها لكم تجربوها وغتشوفوا. صافي دابا غندخلوها الفران ان شاء الله ونطلقوا نشوفوا الشكل النهائي ديالها. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، نتمنى انكم تجربوها وتردوا لي في التعليق، وما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي وبارطاجيوها مع الاهل والاحباب ديالكم. وشكرا لكم ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.